خويا انا ناعسه كنسمع الغوت طليس، قال لي جارنا راه خوبو الشق سلمو ذبحها وهرب ليها بالراس. انا ما فهمتش والو، انا ملي هوت لقيت الدم، طلعت للدار لقيت خوه معنق مول، انا ما دخلتش عير بالي عير رجلين دياولها وهي معنقه بحال هكا وكيغوت كيقول لي هو اختي راه ذبح امي. ما فهمتش والو خويا، انا هربت للزنقه فين كنغوتو، جاو البوليس جات الامن كاملين دايرين خدمتهم الله يكثر لهم الخير ديالهم. المهم جراو هما باقين دابا لحد الان، دابا باقين كيقلبوا وباقين اخويا ما لقاوش عليه القبض. مشاو الصباح ما خلاو فين مشاو، شدوا له طروس من راس الراس قلبوا الخلاوه، هما دابا مساكن طالعين في الشمس كيقلبوا، هما دابا متقلب فوق 30 خلق اللي كتقلب وباقين اخويا ما لقاوش. هذا خصو يتشد في اقرب وقت حيت هو اصلا خطر على الناس، حنا بغينا نتعاونوا معاهم باش يلقاو هاد السيد هذا اللي داير هاد الحاله. امو مخسره ليه حتى حاجه، مو كتموت على ولادها، امو ما خدامه عليهم كتجري على وليداتها مكافحه مع وليداتها، وما فهمتش الجنس هذا علاش دار امو بحال هكا. مع عمرنا خويا انا دابا هضرت مع خو قال لي ديما هو مع امي، ديما كيعير امي، ديما مخالف مع امي. قال لي يلا شريت ليها ساروت غنبدل لها القفل، يلا جبته قال لي طلعي نوريه لك راه هو في الدار. وخويا ما فهمتش خويا كيفاش توقعت هاد الواقعه، تنضنا قال لك راه ذبحها هرب بالراس، بقينا مسبعين الدم حنا والعيالات الدرب. جيراننا كاملين خرجنا لقينا الراس، قلنا لهم هنايا نقزوا لقاو الراس، دازوا من الباب لقاو الراس بوحدو مكلكن في زيف كيدوز اخويا حاضر راسو، كيرجع حاضر راسو ما كيهضرش معاك، كيشوفك جاي قاصدو كيهرب، هو كيهرب جاي عنده بحال في شي حاجه، ها هو جاي من حدا كينقز بحال شي مش شاف شي فار، انت جاي من حدا كيشوف كيحقق فيك كيهرب من حدا، كيبقى غادي بوحدو ديما كاسكيطة كحلة ولا طاقية فيها هي حمراء ودير فيها نجمة وخنشة على كتفو، ما عمرو ما تخاصم مع الجيران، تخاصم خصومة وحدة، هو كيقول لخوتو ما تخسروش الهضرة. وما فهمتش اخويا هاد السيد هذا دار لمو هاد الحالة، ما فهمتش انا ما بغاش تصرط ليا علاش ذبح مو وحيد المشكل، فصل ليها الراس على الكنازة على الحشومة. شفت داك المنظر ما تقبلتوش، شفت الدم وداك الشيء الخامية والدم هابط مع الدروج، باقي الدم جاري باقي الدم حي، ديك الريحه ديال الدم بغات تحيد لي من نيفي. وتبعنا الطريق لقينا الراس، شي 3 ايام دابا حاضره راسها، الا ما قلتيليش لا سلام ما تقولش لك، خدامه بكشيفاتها موكلاها ومشربها، كنسمع ولدها الصغير مناقش كتهود مع جوج الليل وحده الليل ثلاثه الليل، اي وقت كنطل كنلقاها مع ولادها، ما كتنعش كتنعسهم كاملين، حتى كتدخل وليداتها. مرا طيبه ما نكذبش عليك، مرا قتلاتنا طيبه، قلت لك ماشي شي مره اللي شريره ولا مره حسنه، مره مزيانه الخمار حاضره راسها ندويش معاك، قلت لها السلام تقولها لك، ما قلتيش لها السلام ما تقولش لك، يلا دارت العرس لولدها، يلا جوجات ولدها، يلا خدمات وجمعت فليزات وجوجات ولدها وليداتها. هاد بوشه كيموت على امو، هاد عبد الله هو كيموت على امو، وهاد الجنس هذا ما فهمتش ماله الارهاب. هو خرج مؤخرا، خرج سولت خوك لي مالوكا، قال لي هو خرج كيهتت، ناري قتلوني ناري ضربوني ناري داروا لي ناري فعلوا لي، حرق مؤخرا واحد العش حدانا كان مع الجامع فيها حرقها شاعر فيها العافيه، وقيل اخويا ربما داو لشي بلا، المهم غبر ما بقاش بان ليا شويه عاوتاني ولا كيبان ليا. ها هو جاي هاز خنشه، هاز الحديد من هنا، هاز الحديد في هذه الجهه، هاز على راسو، هادشي خويا اللي كاين عادي عادي، ما كيضرب حتى واحد، ما يدويش معاك، انت جاي كيشوفك كيهرب، هو كيهرب من حداك، من خرا خويا ما بانش ليه في العيد، هو كيبات في دارو ما كيبانش خارج من الدار، هو كيجي ديما كيجي للدار، كنشوفو انا الصباح ديما خارج من دارهم مع الوحده، كيجي ميخل كيمشي يبيع ويرجع عاوتاني لدارهم، كيبرك في ديك العشه تما كينقي ديك البلاصه فين كيبرك حدا الحائط، شاد ديك البلاصه الراس، وما كاين اللي كيزعزعو الجيران، ما عمرو عقر شي جار ولا شي جار عيرو ولا كيدوز وكيعيرو كيقول لي لا مسطي ولا ما كاينش، كلشي الجيران عندنا حنا الله يعمر هذا كلشي محترمو. فاش ضربت امو دابا كان واحد ناعس الفوق، طلعت الجاره هي اللي فيقاتو، واحد مشى جابو واحد الدري سعيد واللي مشى فيقو جابو داني سعيد، هو اللي مشى كلم خوه قال ليه مع صاحبو كيبو عروه وياه، قال لي اجي امك ذبح اخوك.